السلام عليكم. الفيديو ده المفروض بيشرح طريقة حل الفريمز اللي بيكون فيها member inclined. ففي الأول بس نراجع على كونسبت أساسي، ايه هو تعريف النورمال فورس دياجرام، ايه تعريف الشير فورس دياجرام او الشير فورس، ايه تعريف المينيمم. تعريف النورمال فورس هي اي فورس او هي توتال الفورسز سواء من ليفت هاند سايد او من رايت هاند سايد اباوت سكشن. ايه بقى ميزتها او ايه اللي بيميزها؟ ان تكون في الاتجاه البارلل للاليمنت اللي انا بدرسه، يعني بيربنديكولار على السكشن بتاعي. طيب ايه تعريف الشير فورس؟ هي توتال الفورسز سواء من ليفت هاند سايد او برضو من رايت هاند سايد اللي بتكون بارلل للسكشن وبتكون بيربنديكولار بالنسبة للاليمنت اللي انا بدرسه. فلو عندنا فريم بالمنظر ده فبيكون عندنا مجموعة من اللودز عليه. فنفترض ان انا مهتم ادرس حوالين السكشن ده، فده معناه ان كأني ههمل جزء من الممبرز اللي موجودة عندي في الفريم سواء من الرايت هاند سايد او من الليفت هاند سايد، واحسب التوتال فورسز زي ما اتفقنا واشوف هي توتال فورسز النورمال والتوتال نورمال فورسز اللي في الشير. فلو اهملنا الجزء ده وده عندنا السكشن، لو اهملنا الجزء ده وعندنا السكشن بالمنظر ده، فلو انا حابب احسب النورمال فورس بتاعتي حوالين السكشن هنا، فده معناه ان انا مهتم فقط باللودز اللي بيربنديكولار على السكشن وفي اتجاه البيم او الاليمنت اللي انا بحسب عنده. فالفورسز اللي انا شايفها تبقى معايا هي الفورس زي دي زائد فورس زي دي زائد فورس زي دي زائد عندي كمان فورس مايلة، فهضطر اعمل لها ريزوليوشن واخد الكومبوننت في اللي في الاتجاه اللي انا مهتم بيه وهو اللي هيدخل معايا في الحساب التوتال. طبعا بحسب التوتال بالاشارات. فيبقى لو انا هحسب النورمال فورس دايجرام المفروض احسب التوتال اللودز اللي الليفت هاند سايد بغض النظر بقى هي شكلها ايه على البيم، انا ماليش دعوة، هيطلع لي قيمة في الاخر. القيمة اللي انا احطها تتحط بالمنظر ده هنا مثلا سواء هي في الاتجاه ده او هي في الاتجاه ده حسب الساينز بتاعتي. طب نيجي للشير، نفس الكونسبت. لو انا حابب احسب السكشن، لو انا حابب احسب عند السكشن اللي هنا، فانا يهمني فقط اللودز اللي بارلل للسكشن وبيربنديكولار على سنتر لاين الاليمنت اللي انا بحسب عنده. فهحسب اللود دي زائد اللود دي زائد اللود دي زائد اللود دي بإشاراتهم، هيطلع لي في الآخر قيمة هتبقى هنا كده بتعبر عن توتال الشير فورس اللي هنا، بتعبر عن الاليمنت اللي انا اهملته هنا. ليه لازم تكون القيمة دي بتعبر عن الاليمنت ده؟ لان بالمنظر ده كده الاليمنت ستيبل، لو انا استغنيت على الفورس دي فهيبقى الفريم بتاعي unstable. طبعا احنا شغالين in equilibrium، يعني هيبقى في حالة الايكوليبريم طبعا في الاتجاه ده او في الاتجاه العكسي على حسب الساينز اللي انا هحسبها. يبقى ده الكونسبت الاساسي. المسألة بتقول عندي هنا inclined frame بالمنظر ده، هنا في pin support وهنا في roller support والابعاد واللودز بتاعتي موجودة معظمها distributed load. فانا اول خطوة زي ما احنا متعودين بحسبها هي ان انا بجيب القيمة المكافئة، عشان انا محتاج احسب الرياكشنز ومحتاج ارسم النورمال فورس دايجرام. فانا محتاج اول حاجه احول او اجيب القيمه الكونسنتريتد المكافئه للديستريبيوتد لودز اللي عندي. فيبقى عندي في الحته دي كده عندي كونسنتريتد لود قيمته كام؟ 0.5 الانتنسيتي بتاعه اللود مضروبه في طول اللود الديستريبيوتد اللي هي 4، فتديني 2 تونز، ودي اول قيمه كونسنتريتد معايا. تاني قيمة هي الواحد طن مضروبة في اللينث بتاع اللي هو 2، فيديني الواحد في 2 تديني 2 طنز. نفس الكلام الاليمنت المايل ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن 1 طن لكل متر رن، زي ما احنا شايفين هو مرسوم على المايل، فانا مضطر اضرب في اللينث المايل ده. طب اللينث المايل ده كام؟ انا عندي الارتفاع 3 متر وعندي العرض 4 متر، فيبقى زي المثلث ده 3 متر و4 متر، يبقى الهايبوتنس بتاعي هو 5 meters. تبقى المسافة دي 5 meters، لما اضرب 1 في 5 هتديني
5 tons. كده انا عملت اول خطوة ان انا جبت القيمة المكافئة لل concentrated لل distributed load، القيمة ال concentrated المكافئة لي. تاني خطوة كل ده عشان انا محتاج احسب ال reactions بتاعتي. فتاني خطوة في حساب ال reactions هي رسم ال reactions نفسها. فانا عندي هنا y a وعندي هنا اكس اي. عندي هنا رياكشن واحد فقط هو الواي سي. يبقى انا محتاج احسب ال 3 لودز. الاسهل عندي ان انا احسب سميشن المومنت حوالين البوينت اي بتساوي زيرو. طبعا احنا عارفين ان احنا معانا 3 ايكويشنز فقط في الفريم ده لان مفيش انترميديت تنسز هما اللي هيحلوا لي الرياكشنز. فيبقى لو قلت ان summation المومنت at البوينت A بتساوي زيرو، استفدت ايه؟ استفدت ان انا كده طيرت ال YA وال XA لان الارم بتاع الفورسز دي بقى بيساوي صفر. فيتبقى لي نبدأ من هنا، وعلى فرض ان counter clockwise هو اللي positive، فهنلاقي ان 2 tons مضروبة في الديستنس دي. طبعا احنا عارفين ان دي نص المسافة بتاعة الديستريبيوتد لود، يعني من هنا لهنا هي 2 متر وهنا 2 متر. فهلاقي ان 2 في 2 بتساوي أضعافها، والإشارة بتاعتي نيجاتيف لأنها كلوك وايز، فتبقى 2 multiplied by 2. دي أول مومنت عندي. تاني مومنت عندي هي اللي جاية من الفورس الكونسنتريتد الاتنين طن. 2 طن مضروبة في الأرم ده، عايزة تلف حوالين البوينت A بالمنظر ده. فالمنظر ده معناه انها كاونتر كلوك وايز، فهتبقى بالبوزيتيف. واتنين طن مضروبة في الأرم بتاعها اللي هو نص المسافة دي اللي هو 1 متر. نكملها، لاقي 5 طنز محتاج اضربها في الارم اللي هو نص المسافة، نص الاربعة، لان الخمسة دي موجودة في النص بالظبط، يعني موجودة عند 2 متر، موجودة عند 2 متر. فلاقي ان 5 مضروبة في 2 متر وبتلف في الاتجاه ده، يعني كلوك وايز، يعني حطها نيجاتيف. وفايف مضروبة في 2 متر. اخر حاجة عندي هي ال y c مضروبة في ال 4 متر وبتلف في ال positive y c في ال 4. كل الكلام ده بيساوي زيرو. لما احسب هلاقي ان y c هتطلع بتساوي 3 tons، وده معناه ان الفرض بتاعي كان صح، يعني اتجاه ال y c ده مظبوط. تاني حاجة هي summation الفورسز في ال y بتساوي زيرو، ولاقي ان الفرض بتاعي ان اللي فوق هو positive. فيبقى عندي ال y a ايه تاني عندي؟ عندي negative 2 tons. ايه تاني عندي؟ negative 5 tons. وعندي بلس ال 3، كل ده بيساوي صفر. فلاقي ان y a بتساوي y a هلاقيها بتساوي 4 tons. كده فاضل equation واحدة هتساعدني، هي summation الفورسز في ال x بتساوي زيرو. ف ايه الفورسز اللي عندي في اتجاه الاكس؟ نركز، عندي اكس اي اللي انا فرضت الاتجاه ده هو البوزيتيف، فهلاقي ان اكس اي و بلس 2 tons. ولو مشينا هنا مش هلاقي في الجزء ده اي فورسز في اتجاه الاكس. وبالنسبة للحمل المايل ده انا شايف ان هو في اتجاه الواي، فما فيش حاجة في اتجاه الاكس حتى لو عملت له كومبو، حتى لو عملت له ريزولوشن،
يبقى الكلام ده بيساوي زيرو. ده معناه ان اكس اي بتساوي نيجاتيف 2 تونز. يبقى الفرض بتاعك ده كان غلط، والمسألة هي اللي طلعت لك وقالت لك ان اتجاه الاكس اي عشان يحصل ايكوليبريم لازم يكون من المنظر ده، وتكون قيمته بتساوي 2 طنز. يبقى كده انا قدرت اطلع الرياكشنز بتاعتي. فهكتب الرياكشنز، هيبقى عندي هنا ال YA طلعناها بتساوي 4 تونز، و ال XA طلعناها في الاتجاه ده وبتساوي 2 تونز، بالإضافة ل ال YC ودي بتساوي 3 تونز. هنا عندنا ال 5 تونز ك concentrated load، ومعايا ال 2 تونز ك concentrated load. يبقى كده المسألة جاهزة معايا إن أنا أبدأ أرسم النورمال فورس والشير فورس والبنامج. طيب قبل ما أبدأ أرسم، في خطوة تانية مهمة قلنا بنعملها، إن أنا محتاج أعمل ريزولوشن لأي حمل مايل عندي عشان أقدر أحسب النورمال فورس دياجرام والشير فورس دياجرام. ليه؟ لأن زي ما اتكلمنا هو النورمال فورس دياجرام هو الفورس اللي عمودية على السكشن، يعني في اتجاه الممبر، يعني ممبر زي ده الفورس جاية كده، يبقى أنا لازم أعدلها عشان أشوف اللي بارلل ليها واللي بيربنديكولار عليها. فخليني كده على جنب نشوف جزء مهم. فورس زي ال distributed load بتاعتي اللي هي 1 طن per meter، قيمة المكافأة ليها هي 5 تونز. طيب شايف ان الممبر المايل ده هو في اتجاه الخمسة، فلو احنا فرضنا ان ثيتا تبقى موجودة هنا، فده معناه ان احنا هنحط ثيتا بتاعتنا هنا، وانا محتاج احسب اللود المكافئ الكونسنتريتد لود. خلي بالك ان الكونسنتريتد لود اللي انا بعمله ريزولوشن ده لود مكافئ لديستريبيوتد لود، يعني اللود ده مكافئ لديستريبيوتد لود ماشي كده، والانتنس بتاعته حاجة طن بير متر انا لسه هحسبها. نفس الكلام اللود ده مكافئ للود ماشي كده بالمنظر ده، برضو نفس الكلام حاجة طن بير متر ران. يبقى لما افرض ان دي ثيتا، فده يفيدني في ايه؟ فده يقول لي ان دي كمان ثيتا ثيتا. طب عرفت ازاي؟ لو جينا رسمنا الانجل دي هنا كده، فدي هتبقى ثيتا، ودي عارفين انها 90، فتبقى دي 90 ماينس ثيتا، وعارفين ان دي كمان الانجل دي كده 90، فتبقى لما دي 90 ماينس ثيتا فتبقى دي ثيتا. يعني طيب يبقى انا محتاج احسب الفورس دي هتبقى 5 كوزاين ثيتا، وطبعا اللي هتروح في البعيد هي 5 ساين ثيتا. يبقى لو انا حسبت الساين ثيتا والكوزاين ثيتا على جنب كده وسبتهم معايا، جينا مثلا هنا كده وحسبنا ثيتا عشان تفضل معايا، فلاقي ان كوزاين ثيتا هي adjacent على الهايبوتنس، فلاقي ان كوزاين
ثيتا دايما هتكون بتساوي الفور اوفر فايف في الحالة دي. والاقي برضو ان ساين ثيتا هتكون بتساوي يبقى انا محتاج اجيب القيمة اللي معمول لها ريزولوشن هنا زي ما اتفقنا، ان القيمة دي هتكون بتساوي 5 كوزاين ثيتا، لان اتفقنا ان دي انجل ثيتا بتاعتي، لان احنا حطينا هنا كده، دي كده انجل ثيتا بتاعتنا. ف 5 كوزاين ثيتا هتطلع، هسيبها على جنب، 5 كوزاين ثيتا اللي هي عندنا هنا 5 في 4 over 5 هتطلع 4، و 5 ساين ثيتا اللي هي 5 في 3 over 5 هتطلع معانا 3 فتبقى دي 5، و اللود اللي ماشي هنا هو 3، هتبقى دي، آسف، دي هتبقى، فدي هتبقى 4، ودي هتبقى 3 tons، ودي تبقى 4 tons، ودي loads مكافئة لـ distributed load احنا ما رسمناهوش، كأني مسكت الـ distributed load ده وعملت له resolution في اتجاه العمودي على الممبر وفي اتجاه الـ parallel للممبر، وده القيمة الـ concentrated المكافئة للـ distributed loads اللي احنا ما رسمناش. طيب ايه تاني محتاج احلله بالنسبة للممبرز؟ ده مظبوط بالنسبة للممبر بتاعه، وده مظبوط بالنسبة للممبر بتاعه. فاضل عندي الرياكشن ده اللي هو يعتبر concentrated load على الممبر ده، محتاج اعمل له resolution. لو جينا نشوف ال 3 tons فلاقي ان دي هنا ثيتا، ده معناه ان الانجل اللي هنا، الانجل دي هتبقى 90 ماينس ثيتا، فتبقى الانجل دي ثيتا، يبقى الانجل او الفورس اللي هنا نقدر نجيبها ازاي بقى؟ نقدر نقول ان دي بتساوي، هسيبها على جنب، عند بوينت سي هلاقي ان الفورس دي هي 3 ساين ثيتا، يعني 3 في 3 اوفر 5 اللي هي 9 اوفر 5، و 3 كوزاين ثيتا اللي هي 3 في 4 over 5 اللي هي 12 over 5، فتبقى القيمة دي هي 9 over 5 tons، والقيمة دي هي هتبقى عبارة عن 12 over 5 tons. يبقى انا كده رسمت كل اللودز اللي مايلة في اتجاه العمودي والموازي للممبر او الاليمنت اللي هي عليه.